وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرب غزة. هذه هي الزيارة الخامسة لتل أبيب له منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، وتأتي ضمن جولة في المنطقة شملت عدة دول منها تركيا والأردن وقطر والإمارات والسعودية. بلينكين قال إنه وجد قادة المنطقة في الدول التي زارها عازمين على منع اتساع نطاق الصراع بين دولة الاحتلال وحركة حماس في غزة كما قال. وأضاف بلينكين قبيل مغادرته السعودية أن جميع من تحدث إليهم يدركون حجم التحديات، ولا أحد يعتقد أن شيئا سيحدث بين عشية وضحاها. بالمقابل قال مسؤولون إسرائيليون أنهم سيبلغون بلينكين بأن الفلسطينيين لن يعودوا إلى شمال غزة ما لم تفرج حماس عن مزيد من الرهائن على حد قولهم. نناقش أكثر وهذا الموضوع بعد أن نرحب بضيفي من عمان، ينضم لنا عبر سكايب الأستاذ عريب الرنتاوي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عريب صباح الخير وأهلا بك معنا. أهلا وسهلا. طيب إذن هذه الجولة التي يقوم بها بلينكين هي الزيارة الخامسة له لتل أبيب منذ بدء الحرب 7 أكتوبر، لكن يبدو أنه مرتاح من الجولة التي قام بها إلى دول المنطقة قائلا أن الجميع عازم على منع اتساع نطاق الصراع بين دولة الاحتلال وحركة حماس في غزة. هذا ماذا يعني برأيك أستاذ عريب؟ المهم أن يكون هو عازم على منع توسيع هذا الصراع، وأن يستطيع أن يفرض على إسرائيل الامتناع عن توسيع رقعة هذا الصراع. من الذي يعني يهدد الإقليم بمجمله بالانفجار الشامل؟ يعني ببساطة شديدة، من تابع خطاب حزب الله أنصار الله الحوثيين فصائل الحشد الشعبي في العراق، هناك جملة بسيطة واحدة: أوقفوا الحرب على غزة، أوقفوا المذبحة، افتحوا المعبر، أدخلوا المساعدات، تتوقف كل الجبهات. ولقد مررنا بتجربة بهذا المعنى، 7 أيام من التهدئة في هذه الحرب صمتت فيها الجبهة اللبنانية كليا، وتوقف الحوثيون عن استهداف السفن المتجهة إلى إيلات، وهدأت الجبهة بين الحشد الشعبي والقوات الأمريكية في العراق وشمال شرق سوريا. إذن من الذي يصعد؟ من يصعد هو من اغتال صالح العاروري، ومن اغتال بالأمس وسام الطويل، ومن اغتال قبل أيام مسؤولين كبار إيرانيين في سوريا. الولايات المتحدة التي قصفت مسؤولا كبيرا في الحشد الشعبي في بغداد في قلب العاصمة العراقية. الولايات المتحدة التي تعسكر البحر الأحمر وتخلق الأحلاف الدولية. ليس قادة المنطقة ليسوا بحاجة لمن يقنعهم بالحاجة إلى عدم توسيع نطاق المواجهة. من هو بحاجة للإقناع في هذا المجال هو الولايات المتحدة، الشريك الاستراتيجي في المذبحة على الشعب الفلسطيني، وإسرائيل. هؤلاء هم المسؤولين عن زعزعة الاستقرار. ودعينا لا نعيد يعني كلامهم كما لو كان يعني هو الحقيقة بعينها. هم كاذبون، هم المسؤولون عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي، وبيدهم استعادة الاستقرار الإقليمي إن أرادوا. لماذا يلتقي بهم إذن قادة الدول العربية؟ لماذا يلتقون في بلينكين؟ يعني ماذا ستسفر هذه اللقاءات؟ خياراتهم بائسة باختصار شديد، يعني خياراتهم بائسة. يعني دعينا نكون صريحين، يعني ليست المرة الأولى الذي يلتقون فيه، هذه 4 جولة يقوم فيها على عواصم الإقليم. وكان ينبغي من ذي البداية أن يقال له لا تأتي إلى هذا المنطقة دون أن تأتي بقرار لوقف إطلاق النار. ها نحن 95 يوم وهو يعدنا بخفض التصعيد، وهو يعدنا، حتى الآن لم ينطق بالكلمة السحرية وقف إطلاق النار. كل ما يتحدث به تخفيف مستوى المعارك، الانتقال إلى المرحلة الثالثة، تدمير حماس وتجنيب المدنيين، إدخال مزيد من المساعدات، المساعدات لا تدخل، الغزة تتحول من الجوع إلى المجاعة، الجرائم ترتكب يوميا من قبل إسرائيل، ومع ذلك كأن شيئا لم يكن. هذا مظهر من مظاهر الهزال
التي تصيب الموقف العربي. لو كان هناك موقف عربي جاد وجدي من بداية هذه الأزمة مع واشنطن قبل تل أبيب لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكن لا أستبعد أن يأتي بجولة سادسة وسابعة وأن يعيد تكرار نفس الكلام ويسمع لنفس العبارات وينتهي إلى نفس الخلاصات، فيما شلال الدم الفلسطيني يعني يسفك بغزارة في قطاع غزة، ولا أحد يعني حتى التصريحات والبيانات الخجولة التي كانت تصدر في بدايات هذه الحرب سئمت العواصم العربية من إصدارها. الاجتماعات واللقاءات والتحركات الدبلوماسية التي نشطت في بداية هذه الحرب خمدت وهدأت الآن، كأنهم اعتادوا على منظر الجرائم والمجازر والقتل المتنقلة في القطاع والممتدة إلى الضفة الغربية، وما حصل بالأمس في طولكرم جريمة نكراء، وقبلها في جنين جريمة نكراء. لكن للأسف يعني هذه مظهر من مظاهر حالة الهزال والهوان التي يعيشها الموقف العربي الرسمي. أضف إلى ذلك أستاذ عريب أن معسكر بن غفير سموتريتش موقفه ربما أشد من موقف كل الدول العربية التي ذكرتها، فهو يتحدى إدارة بايدن ووزير الخارجية بلينكن ويرفض أن يتدخلون فيما أسموه التهجير الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة، وهم مصممون على هذا المخطط بلغة يعني قاسية وجهوها إلى بلينكن. هذا موقف الحكومة بالمناسبة، ليس موقف بن غفير وموقف سموتريتش. يعني أنا في رأيي من الخطأ وضع الإلقاء اللائم على هذين الرجلين وعلى الصهيونية الدينية وهذا اليمين الأكثر فاشية ووحشية وتطرفا. ما هو موقف نتنياهو؟ نتنياهو سرب عامدا متعمدا بأنه رئيس الوزراء الأقدر على مواجهة الضغوط الأمريكية، هذا جزء من برنامجه الانتخابي إذا قدر له أن يدخل في الانتخابات القادمة. التهجير، من الذي يجري الاتصالات لتأمين ملاذات جديدة للفلسطينيين؟ نتنياهو. يعني هذا موقف الحكومة الإسرائيلية وليس موقف شخصين بهذا المعنى. ومع ذلك لا نرى من واشنطن أي ضغط جدي. هذا الرجل رئيس الدبلوماسية الأمريكية الناعم الهادئ الذي يعني يتمزق ألما على عائلة الدحدوح وعلى المدنيين الفلسطينيين قبل أن يأتي إلى هذه الجولة، ومن وراء ظهر الكونغرس متجاوزا الكونغرس مرر صفقة ب 150 مليون دولار قذائف مدفعية ثقيلة 155 مليمتر لإسرائيل للاستمرار في حربها في قتلها للنساء والأطفال في غزة. تجاوز الكونغرس للمرة الثانية في هذه الحرب من أجل وبحجة أنها طارئة. ما الطارئ في هذه الصفقة؟ هل ستزول إسرائيل من صواريخ القسام بهذا المعنى؟ ولا هناك مزيد من الأطفال الفلسطينيين الذين ما زال يتعين قتلهم بالسلاح الأمريكي؟ هو نفسه قبل أن يأتي فعل ذلك. ولذلك يعني ما الغرابة في هذا الموضوع؟ يعني الولايات المتحدة منذ بداية هذه الحرب تجاوزت مرحلة الدعم والانحياز لإسرائيل إلى مرحلة الشراكة في قتل الشعب الفلسطيني. إن لم يدرك العرب والفلسطينيون هذه الحقيقة، وأعتقد أنهم لم يتعلموا درسا ولم يتعلموا شيئا من أحداث 7 أكتوبر وما بعدها. بلينكن سيأتي إلى الضفة الغربية، من المتوقع أن يلتقي القيادة الفلسطينية الآن. هل هناك أوراق قوة تستطيع القيادة الفلسطينية أن تجابه بها بلينكن بلغة قوية، أم أن ستكون هو عبارة عن إملاءات أمريكية من قبل بلينكن للقيادة الفلسطينية؟ يعني للأسف يعني أعتقد أنهم تواقون لرؤية ما في جعبته، وهم يتحرقون شوقا ربما لنجاح المسعى الدبلوماسي الأمريكي. والمسعى الدبلوماسي الأمريكي هدفه إخضاع غزة بالأساس، يعني سواء بشريك فلسطيني أو من دون شريك فلسطيني، ويفضل أمريكيا بشريك فلسطيني. ما الذي ستقول رام الله لبلينكين غير الذي قالته قبل يعني في الجولات السابقة؟ تذكري أن زيارته الأولى لرام الله كانت بسبب أن الجانب الفلسطيني الوحيد الذي قبل أن يبحث مع بلينكين مرحلة ما بعد الحرب في جولته الأولى، في إذا كنت تذكرين بهذا المعنى. لذلك ما الذي متوقع أن تفعله؟ لديها أوراق رام الله، لديها أوراق وأوراق قوية، ولكن هل تريد أن تستخدمها؟ هذا هو السؤال. شأنها في ذلك شأن العواصم العربية، العرب أيضا لديهم أوراق، هل يريدون استخدامها؟ لا، هذا أمر واضح. أنا في رأيي قبل ما يجي بلينكين إلى رام الله
كان ينبغي أن يكون هناك وفد لقاء مشترك بين القيادة الفلسطينية وحركة حماس والجهاد، وبحث في بناء مرجعية فلسطينية في منظمة التحرير جديدة وشاملة وتضم الكل الفلسطيني، توفير شبكة أمان سياسية للمقاومة الفلسطينية، ورفض مشاريع الشيطنة والدعشنة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على مقاومة الشعب الفلسطيني. هكذا كان ينبغي أن يستقبل بلينكين، لا أن يستقبل بإبداء الاستعدادات للتساوق والتعاطي واستئناف من قطع من حبل الود والاتصال والتنسيق وغير ذلك. الضفة الغربية مستباحة، رام الله مستباحة، ورفع ما يسمى يعني بالمعاملة الخاصة لرام الله، هكذا تحدث المسؤولون الإسرائيليون، ورأيناهم قبل يومين يعني يعيثون قتلا وتخريبا واستعراضا واستفزازا في شوارع العاصمة المؤقتة. ما الذي تنتظر هذه السلطة؟ لا أدري، لا أدري في الحقيقة، لكن هو أيضا موقف هزيل يضاف إلى المواقف الهزيلة التي العديدة التي استمع إليها بلينكين في عواصم عربية وإقليمية عدة. ودعني أسألك أستاذ عريب أيضا، بأن الدول العربية التي لم يعد لها أي موقف الآن يعني تحدثت عن رفضها لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين، السلطة رفضت، الدول العربية رفضت المخطط ساري يعني يقوم به الاحتلال على قدم وساق، الأونروا تقول أن رفح تكاد أن تنفجر من السكان، لا يوجد أي مكان للمواطنين في رفح، لا يوجد أي متسع. طيب أنت ترفض ولكن المخطط يعني ساري على قدم وساق كما يقال. أيضا رفضوا نقاش اليوم التالي لغزة، لكن الاحتلال يناقش هذا الموضوع في مجلس حربه وفي حكومته ويضع الخطط هنا وهناك، يعني الأمور تمشي والرفض والاستنكار لم يعد له أي قيمة في هذا الأمر، برأيك وتصورك للأمور في الفترة القادمة؟ يا سيدتي، يعني العرب والسلطة يرفضون الاحتلال والاحتلال المستمر يعني منذ 56 سنة، هم يرفضون الاستيطان أليس كذلك؟ والاستيطان مستمر ويتوسع ويتمدد ويقضم الأرض والحقوق، هم يرفضون التعديات والانتهاكات على حرمة المسجد الأقصى والتعديات في تزايد، والمسجد تقسم في الزمان وبانتظار التقسيم المكاني. يعني ما قيمة هذا الرفض إن لم يكن مشفوعا بموقف حقيقي بورقة قوة بهذا بأوراق قوة بهذا المعنى؟ هذا رفض يضاف إلى سلسلة من اللاءات العربية والخطوط الحمراء العربية التي لا يراها أحد ولا يسمع عنها أحد ولا يتوقف عندها أحد. يعني هذا ليس جديدا علينا، وبالتالي هم يقولون أشياء كثيرة، ولكن هذا لا يدفع إسرائيل للقلق الشديد من مغبة يعني رد الفعل العربية في حال لم تصغي إلى لاءاتهم القصد ما الذي ينتظرونه أستاذ عريب؟ ماذا ينتظر العرب أن يحدث؟ مثلا مصر لم يعد لها أي صوت مؤخرا، لم نسمع أي أصوات من مصر منذ زمن، ونحن نقول ما حك جلدك غير ظفرك. المقاومة عندما انطلقت في طوفان الأقصى لم تكن تراهن على المواقف الرسمية العربية، واعتقد ان الاعتماد الاساسي على صمود الشعب الفلسطيني ثباته مقاومته، بعد ذلك بيطلع صوت مؤيد بيطلعش صوت مؤيد من هذه العاصمه او تلك، انا في تقديري هذا لن يستحدث فرقا. اذا كان كل هذا الزلزال الذي اصاب اسرائيل، كل هذه الاباده التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لم تحرك فيهم ساكنا ولم تدفع احدا منهم لتغيير جدول مواعيده واجنداته وارتباطاته المسبقه، ما الذي سيحركهم؟ لا شيء سيحركهم بهذا المعنى. الرهان الاساسي على ثبات وصمود الشعب الفلسطيني، الرهان الاساسي على مقاومه الشعب الفلسطيني. وفي اليوم 94 لهذه الحرب، امبارح غزه استبسلت، وكان يوما قاسيا على الجيش الإسرائيلي، كان أقسى يوم منذ بداية هذه الحرب على الجيش الإسرائيلي، والصواريخ انطلقت من جنوب غزة ومن شمالها، وصفارات الإنذار أطلقت في تل أبيب وفي الوسط وفي 20 مدينة وبلدة إسرائيلية. الشعب الفلسطيني هو الذي يعتمد عليه أساسا. طبعا الشعوب العربية تدعم معنويا وبالإغاثة وبغير ذلك وبالمظاهرات وإلى آخره، لكن إذا كان في رهان أن العواصم العربية بالذات الكبرى التي يعني ترنو إليها الأنظار لفعل شيء مغاير، أنا بعتقد أنه سيكون رهانا خائبا.
وشوف المفارقة يا سيدتي، نعم امبارح حسين أكبري جاي كيف وسفير إيران في دمشق بيقول ببيان أنه جاءنا وفد خليجي موفد من قبل الولايات المتحدة يعرض علينا تسوية أمريكية إيرانية شاملة لكل أزمات الإقليم. إيران المتهمة أمريكيا برعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار، تعرض عليها الولايات المتحدة تقاسم النفوذ في هذا الإقليم ضمن تسوية شاملة، بينما العرب الذين يتبعون واشنطن في كل ما تريد وكل ما تشاء، كل ما عرضوا عليهم بلينكن بالذات في الخليج التطبيع مع إسرائيل، احتضان إسرائيل، تمويل التدمير الإسرائيلي لغزة. شوف الفرق بين من يعني بين من لدي من يستخدم أوراق القوة التي لديه ومرشح لأن يجني ثمارا، وبين من بدد أوراق القوة التي بيديه وليس مطلوب منه إلا أن يكون يعني ممولا للخراب الإسرائيلي في قطاع غزة. يعني شتان بين التعاملين، وأعتقد هذا درس يجب أن نتعلمه وأن نتعلمه جيدا. العالم لا يحترم إلا القوة ولا يسمع إلا للغة الأقوياء. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عريب الرنتاوي، الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز القدس للدراسات السياسية من عمان، كنت معنا، شكرا. أهلا وسهلا سيدتي.